عز إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وشفيع المذنبين وعلى آله وصحبه أجمعين. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هذه الآيات لمن؟ هل هي لنا أو لغيرنا؟ وهل هي لمن عمل بها المكافأة؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك، يعني من يطيع الله والرسول يأخذ هذا الأجر، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. من يريد أن يكون معهم؟ ما بالحكي، بالأعمال. خادم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه ثوبان، كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قليل الصبر على فراقه صلى الله عليه وسلم. هاي الحالة هيك بتصير، بتصير هيك الحالة بدون بذل، بدون تدريب، بدون حب، التفاني عن الذات للوصول إلى محبة المحبوب. فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه، ونحل، إن كان بدين صار فيه وين راحوا،
نحل جسمه يعرف في وجهه الحزن. هل الوجه يعرف الناظر إليه الحال الذي هو فيه؟ ماذا تصير؟ نعمل تمثيلية. أنا تغيرت في شيء، نظرتي تغيرت، صار فيها نظرة الكآبة والحزن. في أجمل من الابتسامة؟ فقال له الحبيب المحبوب صلوات الله وسلامه عليه: ما غير لونك؟ شباك تغيرت؟ قال: يا رسول الله، ما بي من ضر، ما بي شيء ولا بي شيء أصابني، غير أني اشتقت إليك. إذا لم أراك وقع الشوق في نفسي واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك تبرد الأمور. ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك. مين منكم عم يفكر بلقاء الآخرة أن يرى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ليش نحن محصل عليها ولماذا لا؟ يا ترى الوصول إلها بكثرة المال، بكثرة الجاه؟ كيفية الوصول إلها؟ بكثرة الأذكار؟ كيفية الوصول إلها؟ قال: لأني لا أعرف أنك ترفع مع النبيين، وإني إذا دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك يا رسول الله، وإن لم أدخل الجنة فذاك أحرى أن لا أراك أبدا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الأطفال الصغار قسمين، واحد بيقول أنا مع مين؟ الأطفال الصغار المرحلة الأولى الابتدائية، الأولاد بيمشوا مع بعضهم، واحد بيقول أنا مع مين؟ واحد بيقول مين معي؟ فأنت حط حالك بميزان، أنت مع من أو مين معك؟ قال: من طلبني طلبته
ومن اقترب مني قربته وفتحت له بابا إلي حتى أحبه، ومن أحببته سكن قلبه وأنارت وجهه وأنرت وجهه، فلا يراه إنسان حتى يرى أنواري مشرقة في وجهه. أم بحكي كلام بالتركي نكاد أن لا نستوعب، نكاد أن لا نستطيع أن نفكر بالوصول إلى هذه الأماكن. عبدي، أخرج من قلبك حب السوى، تخرج الحجاب، واخرج من الحجاب، تخرج من البعد، واخرج من البعد، تخرج من القرب، واخرج من القرب تراني. سيدنا موسى يا ربي بتشوفك، قال له لن تراني، الكون عم يقول لكم تراني، ووضع لكم شروط للرؤية. الشروط ما بعرف حفظتوها ولا ما حفظتوها، كتبتوها لحقتوا تكتبوها او عدلكم اياها مرة تانية؟ شو جاء محمد عدلكم اياها؟ عبدي، اخرج من قلبك حب السوى. وضع صعب، والله صعب. ما عاد حب أبي ولا عاد حب أمي ولا عاد حب مرتي ولا عاد حب ولادي. أخرج من قلبك حب السوى. بعامل للكل لكن ما حدا بيدخل لقلبي، لأنه قلبي امتلأ بمحبة الله عز وجل. سهل هذا، سهل شيخ محمد، على من سهله الله له. وأخرج من قلبك حب السوى، تخرج من قلبك الحجاب بينك وبين الله عز وجل وبين الخلق. وأخرج من قلبك الحجاب، تخرج من البعيد. تخرج من البعد، تصير يعني مقرب. وأخرج من قلبك البعد، تخرج من قلبك القرب. لا يكون همك واهتمامك انه انا بعيد ولا قريب، انتو قبلانيني ولا ما لكم راضين عني، ما يكون هذا همك وهذا هدفك وهذه غايتك. القرب والبعد سواء، الجوع والعطش سواء، الروي وعدم الجوع سواء. ما عاد في شيء له قيمه عندك بهذه الدنيا من البدايه الى النهايه. الغنى والفقر سواء، العلم والجهل سواء، ما دمت تهيم بالله عز وجل شو عاد في شيء يقف امامك؟
إلى الملك بده يفرق هدايا وزع أمواله بحياته، كل واحد شو بده ياخد، كل واحد شو بيطلب بيعطيه. فكل الناس أنا لازمني مليون خد، لازمني مليونين خد، 5 مليون خد، 10 مليون خد. بقيت إنسانة شو بدك؟ قال أنا بدي إياك إلك، أنا كل اللي وزعته أنا ما بدي، ما لي عاوزته، أنا بدي إياك إلك. ألا أنت خليك عندي لك. مين هاللي ربح من كل هاللي قبضوه الملايين؟ استطاعوا أن يصلوا إلى جزء ما وصلت إليه هاللي ما بدش يبدأ له. فإذا صار الملك إلها صار الملك كله إلها. واخرج من البعد تخرج من القرب، ورب بعد مثل ما عنا. فإذا كنت أنت مع الحبيب أين البعد وأين القرب؟ أشياء محمد ما في فرق، صار البعد والقرب سواء. واخرج من القرب، ما فرحان أنا قريب، تراني حيث طلبتني. أنا ما أعتقد بيحتاجوا لأكثر من هيك. غير أني لم أراك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف أن لا أراك هناك. هذا الكلام اللي عم تسمعه كلام فاضي. إذا لم يكن عندك ذلك الحال وأن ترى حقيقة القرب والبعد، وأن تعلم كيف تفرق بين القريب والبعيد. أم نعرف نفرق بين الغني والفقير، بين المال وعدم المال، بين الجاه وعدم الجاه؟ يعني أنا بحب يكون لي هيك مكاني عند الناس يحترموني أخذ الدرجات. مين بحب يحترمني يرفع ايده. يعني مو كلكم، مو كلكم. يعني بحبوا يحترموني ما عاد مطوله شوية رخار، شوية رخار تدوروا علي ما بتلاقوني. شوفوا وين القبر اللي بنزل فيه، بتروحوا بزوروني. مو هذا الاحترام شيخ محمد. الاحترام قسمان، قسم الاحترام والتقدير والتعظيم، قسم الاحترام نحترمه نبقده. في واحد مسكين حاكي كم بيت شعر، ولو كان موجودا لذهبت إليه، بس حكى لنا كم بيت شعر وراح.
سافر ما بعرف حدا منكم بيحب يروح لعنده هو هلا بالآخرة. لكن كلامه هل يخلد؟ كلامه هل يسمع بعد ما فقدناه؟ كلامه هل يقرأ؟ على مين؟ ما نعرف مين حكينا مين. قال واحد درويش اسمه ابن الفارض نسمع كلامه بعد ما مات. هذه الكلمات أنا سمعانها من شيخنا ومسجلة عندي. راح أروي لكم إياها لكن ليس كالرواية التي ألقاها شيخنا. أنا بروي حسب حالي. قال زدني بفرط الحب فيك تحيرا فرط الحب شو هو؟ قال حب الجنون يهيم بمحبوبه ولا يرى في الكون سواه. هذا فرط الحب. زدني بدي كمان بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعرا. الحكي سهل كثير لكن من يستطيع أن يستوعب المعاني ويطبق على نفسه المعاني؟ هذا أنا أظن أكثركم يعجز أن يطبق على نفسه المعاني. سهل ولا صعب؟ شو رأيكم؟ إذا سهل نعمل وإذا صعب ما نهون. إيه أنت؟ ألو؟ وارحم حشا. شو الحشا؟ حشو الحشا شو هو؟ الأحشاء. ولمحشي ضمن الأحشاء القلب. وارحم حشا بلظى هواك تسعرا وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تعجل ولا تجعل جوابك لن ترى. أنا بدي أسأل بس أوعك تقول لي ما ممكن. ها أنا بدي أشوفك بالقرب منك. أوعك تقول لي إنه أنت مالك حصة عنا. لا أنا موجود قاعد بيناتكم. كان الخطاب للجسد هلا صار خطاب موجه للقلب. يا قلب أنت وعدتني في حبهم يا قلب أنت وعدتني في حبهم. متى؟ إمتى بدي أصال؟ إمتى رح أشوفهم؟ إمتى رح يجوا؟ إمتى بدي أروح لعندهم؟ قال صبرا صبرا فحاذر أن تضيق وتضجر. أوعك تصل الملل تقول حاجتي هلكت إلي أنا عم بقلبها ما حدا رد عليه.
الغيب هو ما في حدا بنوب. لا يتصور بالك، اصبر، لابد ما ان يفتح لك الباب. شوي طول بالك، اصبر. قال طرقت الباب حتى كلمتني ايدي ما عاد انحركها، فقالت اي اسماعيل صبرا، قلت اي اسماعيل صبري، ما هيك؟ طرقت الباب حتى كلمتني ما عاد احسن حرك ايدي، فقالت اي اسماعيل صبرا. طول بالك شويه، الحب لما بيجي يوم الحب بده زمن، بده كلف، بدك تدفع له. اذا لم تدفع المهج للحب لا تصل اليه. قلت يا اسماعيل صبري ما عاد احسن تحمل. قال له فحاذر ان تضيق وتضجر. ان الغرام حدا منكم بيعرف الغرام؟ الغرم والغرام سواء يا شيخ محمد، الغرم والغرام مش بعضه. الغرم الضغط عليك وأنت لا تستحقه، الغرام أن تهوى وفوق الهوى، الحب والهوى والغرام فوقهم. الغرام لا سيما إذا كان الغرام في الله عز وجل، فهل يمكن يأتي بعده بعد؟ إن الغرام هو الحياة، فمت به صبا. موت في الغرام، ونيالها اللي بيموت في الغرام إذا مات في الغرام يحيا بعد غرامه، والحياة بعد الغرام لا تطاق. إن الغرام هو الحياة بداية ونهاية، وليس بعد الغرام حياة. فحقك أن تموت وتعذرا وتعذرا. قل للذين تقدموا قبلي ومن بعدي ومن أضحى، لا شجاني لا شجاني يرى، عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى. والله يستحق، يستحق أن نتحدث مع القريب والبعيد، مع الغريب ومع القريب. تعالوا شوفوا، ذاب في الهوى، وبعد أن ذاب يرى. هل من ذاب بالهوى يرى؟ قال وكيف لا يرى؟ إذا ذاب في الهوى عقله وقلبه وروحه فجسده باق، ونحن من يرى؟
خذوا عني وبيقتدوا. وليسمعوا وتحدثوا بشوقي وحبي بين الورى. اللي عم تسمعوهم قدوهم. الشيخي والله ما عم نسمع كثير، يعني ما مسجل، ما لنا محضرين. لو كنا عارفين انه في هيك ذخائر كنا جبنا ورقه وقلم كتبنا. الورقه والقلم موجودين، عم كتب لكم ياهن. ومن اراد ان يسمع مره اخرى بياخذ السي دي بيسمعوا بالبيت. ان شاء الله بطلع لكم ياهن على سي دي. قال: ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا. كنت اقعد انا وشيخنا الله يرضى عنه بيحكي لي كلمات ما كنت اعرف اكتب واقرا، لكن كانت تحفر في فؤادي. ابني لا تنغر بهالحياة مهما ارتقيت ومهما انخفضت، فهذه كلها صور الحياة. يا ابني خلي تفكيرك في الدار الآخرة. هذا من كلمات شيخنا الله يرضى عنه اللي كنا نسمعها. خلي تفكيرك في الدار الآخرة، والدنيا ما عاد مطولة. بحياته الله يرضى عنه كان يقول الدنيا ما عاد مطولة. صار له 12 سنة متوفي، 14 15. الآن تدرج الكلمات اللي على الآن بإذني بعقلي بقلبي بروحي منه. ابني لا تخلي الزمان يغلبك، كن قادرا واغلب الزمان. ولا تستطيع أن تغلب الزمان إلا بصبرك على ما لا يطاق. هاي الكلمات حدا ممكن سمعانها. ابني الصبر مفتاح الفرج، والإنسان الذي لا يصاب غير موجود. إذا أصبت فاصبر، ومن عاقبة الصبر ترى. ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سرا أرق من النسيم إذا سرى. في حدا منكم قادر يكشف البرداية ويبي السر ما هو؟ ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى. شو هالسر؟ ما بيحسن يحل لي هالسر غير شيخ محمد.
أنتم الحياة ونحن نسخة، ولا تعيش النسخة بغير الحياة. هذا السر. وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت، وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت، معروفا وكنت منكرا، ابن معارف شيخنا سوا حمير الطاحون الكبير والصغير ضحك عليه بأهرب فيه وأدعوني سوا حمير الطاحون. فلما أباح طرفي في نظرة إلى الحبيب أملتها أو النظرة كانت للشيخ، ما بنساها كل عمري. بجامع السادات في مسجد الأقصاب قاعد بالصدر عم يدرس، أنا من الباب من برا عم بتناوى، في زلمة عم بيحكي، شو عم بيحكي ما بعرف، بس أنا حبيته. ما فتح الجامع، بس لما طلع مشيت معه من جامع السادات في مسجد الأقصاب لجامع أبو النور حتى وصلته لبيته، ورجعت ماشي. مرانا من سوق الحدادين أنا بشتغل بالحديد، في الواح مسطحة بالأرض، حطيت إصبعتي هيك قلت له هذا سماكته سنتي، شو عملت؟ بهدلة من سوق الحدادين لوصلت لهون. إذا وقفت بين يدي الله والله قال لك ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا أبني لو شابك الحارس وأوصك فكرك أنه أنت عم تعمل ميزان ثم تكسر اللوح، يا أبني بصير تأنيب من سوء الحدادين لهون ماشين، لا تتدخل فيما لا يعنيك. شو مكانكم؟ شو بدك فيه انت؟ انا راجع من هون للبحصة عم فكر بهالكلمات، ولد اول طلعته بدخل بكل شيء،
فعمل لي فرامات من ذاك الوقت، ولن يخطر لبالي انه انا راح اجي لعند الشيخ وصير انا واحد من الخدم، ما بخطر لبالي. اول طلعتي فرحان بحالي، وطلع من جامع السادات لجامع ابو النور مشيا بالليل وحده، فانا طلعت معه. مستني انا ما بعرف شيء كمان، فوقع منه نظرة، فوقع منه نظرة لي، فسلب وجودي وأكرمني بوجود جديد. ولقد خلوت مع حبيبي وبيننا سرا أرق من النسيم، إذا سرى وأباح طرفي نظرة أملتها فغدوت معروفا وكنت منكرا. هذا الكلام يا ترى بالنسبة إلي كلام أو ذوق؟ فدهشت بين جماله وجلاله، تأنيبه إلي كل الطريق هذا جلال، وجماله كلامه اللين اللي ما زعجني، وغدا لسان حالي عني مخبرا. بقدر ما في قلبي من العبودية لله والخضوع له، بقدر ما ينزل على قلبي من أنواره وأثره، من أنوار القرآن وأثر القرآن. إيه ما بعد شو هذا القرآن أنا بهذاك الوقت، شو هذا القرآن ما بعرف أنا، لكن لما قصدت الصلة أعطاني ما عنده، فعنده القرآن وأعطاني من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وسدوا الله به الجنة. يعني والله ما بعرف هالكلام كلام سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعلموا القرآن، أنا عم تنوى مين فيكم عنده جزء قرآن كل يوم يرفع أصبعته؟ شيخ محمد أنت ما دخلك، أنت عندك خمس أجزاء كل يوم، عم بحكي مع غيرك. جزء قرآن مين عنده؟ مين عنده بالأسبوع جزء قرآن؟ أرجونا حالكم. مين عنده بالشهر جزء قرآن؟ ما بنقرأ القرآن إلا برمضان، لأن القرآن أنزل برمضان ولا نقرأه إلا برمضان.
أليس هذا واقع الحياة؟ القرآن ما هو القرآن؟ قصص. القرآن قصص، قصص ما مضى، وقصص ما حضر، وقصص المستقبل. القرآن يكفيك مناسب تنزل من بطن أمك حتى يصير عمرك 100 سنة، وحتى تلقى الله، حتى في الدار الآخرة كل القرآن بيحكي لك. يا مين منكم تهاون بالقرآن؟ أنا راح أحكي لكم عبارات احفظوها. من تهاون بالقرآن تهاون الله به يوم يلقاه. كل الناس واقفين بالمحشر، وهذا عرقه لعند رجليه، وهذا عرقه لعند ركبه، وهذا عرقه لعند صرته، وهذا عرقه واصل لصدره. دخلكم عامل راسه هيك ليقوم يفوت العرق لتمه. وإذا أراد إنقاذك جعلك في مكان ما تعرق. فهل القرآن هنا ينقذك هناك، وإهمالك بالقرآن هنا يوقعك هناك بالعرق وريحة العرق؟ ما بريحة العرق طيبة؟ أنا بعرف رائحة العرق كالمسك، أنا بعرف. إذا كان العبد ذاكرا مخبتا إلى الله منيبا إليه عالم نظام الحياة، ما بيطلع له ريحة كرهة، تطلع ريحته حلوة. وهنيك بالجنة في مراحيض شيخ حسان، شو بده حاجة بساوي حاله شيخ محمد؟ في مراحيض بالجنة؟ شو بساوي حالنا؟ ما ناكل حتى ما نطلع؟ قال لأكل هنيك بالجنة. أمعاءك نهاية مسكر، وإليكم الآن أخذت حبة وجع الرأس نزلت على المعدة اختلطت مع البراز، شلون بيطيب راسي؟ قد في جوا اطباء اخصائيين بالطب اسمهم الغدد الصماء، عند اللحام اسمهم حلوات جبن. قال هذول أطباء مختصين، كل وحدة منهم مختصة تسحب من الأمعاء ما يفيد وجع الرأس، وحدة ما يفيد القلب، وحدة ما يفيد الصدر، وحدة ما يفيد العضلات. هذول الغدد أطباء داخليين ضمن الجسم. ما بعرف دكتور بتأيدني بهذا؟ بيسحب لك من ضمن الامعاء رشح بيطلع الى جدار الامعاء
فهذول بيتناولوه بيبعثوه للمكان المناسب له. فهنيك بالجنة تاكل، هم تاكل لك كم لما بتقول حاجتي مع ابنك حتى ما اسمن، هنيك بتاكل خاوه ما بتمن. كل يوم إذا بتاكل خروف ما بتسمن، بتاكل لك بطيخة خضراء ما بتسمن. قديش حجم البطيخة الخضراء؟ قال في واحد مزارع اسمه أبو عناد، بيزرع بطيخ، طلع عنده بطيخة وزنها شي 20-25 كيلو. قال والله هاي البطيخة ما لازم أعرضها للسوق، لازم أخذها هدية للملك. فأخذ البطيخة حملها على الدابة لوصلها لعند الملك وقدمها للملك. الملك سأله سؤال، قال له أبو عناد البطيخ بيتقطع بالسكين ولا بيش؟ قال له بالمقص. قال له الحجوب بالبحرة، الحجوب بالبحرة وإيده عم تعمل هيك بالمقص. أنا سؤالي، الغلطان أبو عناد ولا الملك؟ بطيخة بيش بتتقطع؟ أبو عناد بالسكين ولا بالمقص؟ قال له بالمقص. مين منكم بيقول إنه أبو عناد غلطان يرفع إصبعته؟ أبو عناد على صواب 100%، والملك على صواب 100%. وين الغلط؟ الغلط سوء الفهم بين اثنين. أبو عناد عم يجاوب باعتباره بالثاني، بطيخة لم تنص عن أمها بالمقص تنص عن زوعها. الملك عم يقول بطيخة لم تتقطع بتنص عن السكين. فاختلاف الفهم بين اثنين روح مسكين أبو عناد. أبو عناد رأسه يابس بالمقص، يعني بالمقص، وحقيقة ما بتنص عن أمها إلا بالمقص، عم يحكي حقيقة. لكن الملك ما استوعب انه شم تتقطع البطيخة. فسوء الفهم من احد الطرفين خلى ابو عناد يروح مسكين غريق بالبحرة. فكونوا على يقين، إذا وحدة ما فهمت أسأل. شلون بدي أعرف أنا الجمال والجلال؟ في فارق بين الجمال والجلال. أحيانا تجد إنسان له هيبة بتخاف من هيبته، هذا جلال. لكن هل الجلال ينكر جماله؟ الجمال شيء والجلال شيء ثاني. وكل إنسان يصل إلى الجمال وإلى الجلال، وقد يلتقي الجمال والجلال بآن واحد. الشيخ محمد اجتمع مع واحد ما عنده إدراك ولا عنده وعي، انزعج منه، عمل هيك
ظهر الشيخ محمد جلال. القريبين من الشيخ محمد صاروا خابوا منه، شو النظرة هاي؟ اجا واحد قال له الشيخ محمد انا ذكرت الله اليوم ساعتين وفقت، لقيت صدري مشروح اليوم. بهاللحظة تغير الشيخ محمد، النظر الى وجهه وابتسم، قال اهلا وسهلا ومرحبا. بلحظة انقلب وتغير من التخطيب الى الانشراح. بين الحياة والموت كم سنة يا شيخ محمد؟ لحظة واحدة. يا لطيف يا لطيف. وبين التخطيب والانشراح كمان لحظة واحدة. بين الفرح والسرور قاعدين بحفلة مولد في عرس فرحانين عم نضحك كليتنا، جاني خبر ابنك طردته سيارة مات. بتغير ولا ما بتغير؟ قال الأرعن مباشرة يتغير، أما العاقل مات مات ولا من عظيم يعني. هو الذي أرسله وهو الذي أخذه، شغلة طبيعية مو طبيعية مو طبيعية يا شيخ محمد. قساوة القلب إلى علاقة بالعواطف، أنا عايش مع شيخنا الله يرضى عنه 70 سنة ليلا نهارا، فوت على غرفته وهو نايم وبطلع هو نايم 70 سنة. فلما غسلته أنا وأخي رحمة الله عليه كفنا، وأنا نزلته في القبر، قديش بكيت أنا، ما دمعت عيني، لأني لا أرى أن هذا إهانة إلنا، هذا عز وكرامة اختاره الله إليه نحن شو دخلناه. فلم وصل عندي الرضا بالوجود وعدم الوجود واحد، ما عاد إلا فر معي، ليش حتى أبكي بقى؟ والبكاء يكون بكاء العواطف وليس بكاء الحقائق، بالحقائق ما في بكاء، بكاء العواطف. ومن فقد العواطف نما عقله، ومن سار وراء العواطف صغر عقله، وقد يكون ذاب عقله من الوجود ولم يبقى به عقل. شو عواطف؟ شو هي عواطف؟ أنا ما بعرف عواطف. قلبي قاسي؟ والله قلبي مقاسي، قلبي لين، لكن العقل لما بيشتغل. ابني مات، بدأ مات. أنا عم بشتغل بمعمل، جاني خبر إنه ابنك ضعيف، هاي مصاري خذوا على الدكتور. جيت الخميس على البيت، كل الجمعة أنا غايب عن البيت، جيت الخميس على البيت،
قلت له طنيني على الولد طاب. قال الله خليك اتركه، ما صدقنا انت نام اتركه. تركته. واحد له غايب اسبوع عن البيت، شو بدي بدي اسوي؟ بدي اكل ويشرب وينام. فكل الواجبات قمت بها. رحت على صالة فجر، ما عندي علم فيه. قلت لي الله يخليك، واحدة سألتني سؤال، وكانت هي أمية ما بتعرف تقرا وتكتب. فالله يخليك بعد درس الفجر ارجع اعطيها الجواب، لان انا اذا طلعت على درس الفجر من الفجر للحلقه 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 ما عاد ارجع ل 12 بالليل. رجعت لاعطيها الجواب، وينها؟ قال حكت لي السؤال وراحت. ايه شو السؤال؟ قال وحده استعارت المعجن من عند الجيران، تم المعجن عنده 12 سنة، بعد 12 سنة أصحاب المعجن طلبوه تعطيهم إياه أو تقول لهم له عندي 12 سنة ما بعطيكم إياه. أنا لهون أجدب، لا تعطيهم اياه وتتشكرهم اللي خلوه عنده 12 سنة. قال ابنك من امبارح العصر ميت وانا ما حكيت لك، روح دبره. لا هي دمعت عينها ولا انا دمعت عيني. طلعت على الجبل، حفرت قبر وجبته وصليت عليه، اخذته دفنته بالقبر، سكرت القبر، دري الحفار انه اجى شيخ رمضان حفر قبر وحط ميت هون. قال لي السلام عليكم، قلت له عليكم السلام، بكره بجيب لك الورقه. جبنا له ورقة ثاني يوم وعطينا اياها. قلت لها للمرا والولاد قوموا البسوه. بعد ما رجعنا من الدفن بسوه امشوا. ركبنا بسياره على عين الخضراء. اخذنا كرسي عند الشيخ يوسف رحمة الله عليه، تخت فوق النهر، قعدنا فوق النهر 3 أيام. بعد 3 أيام جينا. وين كنتوا جايين نعزيكن احنا؟ ما لقيتوني شو صار يعني؟ إذا ما عزيتوني شو صار يعني؟ خرب الدنيا. شكر الله سعيكم، الله يعطيكم العافية، كثر خيركم. مين منكم عنده هذه القدرة؟ أبر ابنه عمره 12 سنة وراح يعمل سيران 3 أيام على التخت بعين الخضرة فوق النهر. العواطف ألقيتها في صندوق القمامة، بحكي بالعقل يلي قدامي شايفه ببني عليه. اتعلموا ما يكون لكم هدف وغاية في هذه الحياة إلا إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. فإذا كنت مع الله ورأيت أن الله معك
وين البكاء يا صبي؟ وين الحزن؟ شو هذا الحزن؟ نحن في عنا حزن بقضاء الله وقدره، وهذا ما جاهله المجتمع. احيانا مع جنازه بتلاقوا الابن الكبير بدهم اثنين يحملوه، هذا اسمه تمثيل، بيحملها مشان تقولوا انه هو اللي بيحب ابوه، مشان تعطوه كلكم، سلموا له وتعملوا له وكاله ويبلع المصاري كلها. هذا تمثيل، ما في شيء اسمه عواطف. مات انا راضي بقضاء الله وقدره. والبكاء انا برايي زعبره. ليه؟ مشان ايش؟ مات انا راضي بقضاء الله وقدره. لما تلي سبع اولاد وانا راضي، واعظم انسان انا وياه 70-80 سنة غسلته وكفنته نزلته بالقبر ما دمعت عيني. لا تعيشوا وراء العواطف. يلي حكى لكم هالابيات عاش وراء عواطف. لو عاش وراء العواطف هذا ابن الفارض كان حكى الكلام. الامام الغزالي لو كان عايش وراء عواطف كان بيحكي لكم: اذا اردت السعاده في الدنيا والاخره فاجعل نفسك بقلب ولي من اولياء الله. بيحكي هيك الامام الغزالي لو كان عايش وراء العواطف. فعيشوا وراء الحقائق، عيشوا وراء الوقائع، لا تكونوا عواطفيين بس نبكي. ليش بكي؟ أشهدك يا رب أني أنا راض بكل ما أتيت به. والرضا، كيف يأتي البكاء مع الرضا؟ ممكن. راح احكي لكم حكاية صاحبها موجود. احد الشباب موجود بيناتنا، كان مسافر، مرته دب فيها طلق، دكتورة قالت له والله قيصرية، قلت له والله لحتى شاور، لأنه جوزي قال لي شاوري الشيخ رمضان شو بيصير معك. قلت له قيصرية ما في. اجت الدكتورة قالت لي ما بيصير في كيت 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 كيت. قلت لها بتموت تموت. رجعت لعندي أم الولد قالت لي اختاروني شو ساوي. قلت لها بتموت يموتي، بيموت الولد يموت، غير طبيعية ما في ولادي. شو العنف هذا؟ أنا شايف العواطف زارع عملتهم بالعنف. رجعت الحامل على بيتها بعد 4-5 أيام، راحت على المستشفى، نفس الطبيبة ولدتها طبيعية. حكيت مع جوزها قال لها شو بيقول شيخ رمضان؟ أنا ما دخلني بالعنف والشدة، ما ولدتها إلا طبيعية، لأنه أنا دارس الولادة القيصرية، صارت عادة وإيحاء من الخارج للأطباء أنه هذا أربح الكون. الولادة القيصرية بنصاعة، الولادة الطبيعية مرات المطلب بيعملوا تحتها 15 يوم حتى تلد. الدايات كانوا بزمانهم
هون الدكتور ما شق وطالعوا له خلصنا، وبيحسنوا يطالعوا الولد بالشهر السابع أو بالشهر الثامن على قيصرية. فإصراري كان ناجح ولا كان فاشل، وأنا ضمين العاقبة لأني أرى ما وراء الحجب، شايف شو فيه ودارس متعمق بالعلم. لذلك كانت الولادة طبيعية، والله سلم الولد وأمه. الحياة لا تمشوا وراء العواطف، استعملوا عقولكم، واللي بيستعمل عقله بينجح في الدنيا والآخرة، واللي بيستعمل العواطف بيخسر في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كان في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم، رحمهم الله، أنسهم الله، وضعهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.